السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنتكلم إن شاء الله على سيرفس ستايل. سيرفس ستايل اللي إحنا كنا شغالين عليه كان بيعمل لي خطوط رأسية في التوبوغرافية وفي خطوط فرعية. فكان هنا الخطوط الرأسية من هنا لهنا 10، والخطوط الفرعية كانت 2. طيب أنا دلوقتي لو عايز أعدل في الموضوع دوت، أدخل في سيرفس الـ OS اللي إحنا كنا عاملينها، أقول له سيرفس بروبرتيز. هدخل بعد كده في سيرفيس ستايل، ابدا اختار الحاجه من الحاجات ديت. يعني مثلا اقول له لا انا عايزها متر وكل 5 متر. هنشوفها دلوقتي. اوكي، هتلاقي الخطوط اختلفت، بقت في كل 5 متر في خط رئيسي وفي خطوط فرعيه كل متر. اقول له تاني انا عايز اعدل فيها، اقول له انا مثلا عايز 5 متر وكل 25 متر. تلاقي الخط بقت خفيف خالص، بقى عندي هنا خط كل 25 متر، وكل 5 متر بيبدا يعمل لي خط تاني من خط الفرعي. ممكن اجي اقول له برضه سيرفيس بروبرتيز هنا، لما اعمل واحد جديد، لما انسخ واحد جديد وقرره، لما اعمل تحرير اللي موجود. ممكن اقول له كوبي كارنت سيلكشن، وابدا اعدل في الحاجات الخصوص تحتي. يعني ممكن ايه الاكستيريور بوردر، ممكن مثلا مش عايز اشوفها خالص. ماشي، اقول له اوكي. لما تيجي تبص كده على الشغل هتلاقي ان البوردر الخارجي اختفى. ممكن تعمل واحد جديد، او خلينا نعدل في اللي موجود دلوقتي. ممكن اقول له انا عايز يوز داتيو، عايز تظهر معايا. ممكن اعدل الكونتر، الجريد، البوينت، شكل البوينت نفسها ابدا اعدل فيها. فدي بيديني ان انا اختار اي شكل من الاشكال اللي موجوده، ما بيحكمنيش بشكل معين. ميزه السيفل 3D ان هو مختص في المدن والطرق، فبتلاقي الأدوات المناسبة ليك، زائد إن هو فاهم موضوع السكشن، إن أنا عامل سكشن ده في التربة، إن أنا عامل سكشن دوت في عندي هنا حفر، في عندي مواسير صرف، كل الحاجات دي بيتفاعل معاها غير الأوتوكاد العادي. فده برنامج البيم المهمة لموضوع الشبكات.